أما هلأ نور رح نروح لفقرتنا الاجتماعية ورح نحكي فيها عن الأطفال واكتساب المهارات. دائما معروف أنه بسن مصغرة يبدأ الطفل بتكوين شخصيته من خلال اعتماد الأهل بتعليمه بعض المهارات شوي شوي لحتى يسقلوا الشخصية ويسقلوا سلوك الأطفال من خلال استقلالية، من خلال التحدث، من خلال الحوار، من خلال وسائل متعددة. أكيد سلمى، يمكن مع اختلاف الحياة ونمط إيقاع تختلف أساليب التربية، لكن دائما كلياتنا بنسعى يمكن لتربية طفلنا، أعطائه يمكن الاستقلالية، نعلمه حب الذات، الثقة بالنفس. كيف فينا اليوم نتحاور مع طفلنا ليمكن نخلي تربية، فينا نقول تربية إيجابية لبناء ذاته وشخصيته، ونراعي الظروف. يعني مو كلياتنا نتحجج بالظروف، نقول في ضغوطات، ما في عنا وقت، يمكن عم نتعامل مع أطفالنا بطريقة مش صحيحة. كل هالمواضيع رح نحكي عنها أكثر مع المدرب الأستاذ محمود الخالد، مدرب متخصص في الصحة النفسية للطفل. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ. صباح الخير الله يسعدك. يعني دائما بنبلش كل فقراتنا ودائما كان عندك عنصر أساسي بكل الأمور بنحكي فيها عن الطفل، هو الحوار. صحيح. حوار أساس لكثير من المواضيع اللي ممكن تنحل عند الطفل بسن مبكر. خلينا نبلش نقول كيف نحن ممكن نعلم أطفالنا الحوار. يسعد صباحكم أول شيء. هلأ هو الحوار أهم فقرة يعني أهم فقرة بتربية الطفل، لأنه اليوم معظم الأطفال لما بتخبي على أهليها، لما بتصير بتتصرف بردود أفعال، لما بتكسر، لما بتعمل أي ردود أفعال سيئة أو هي عنيفة أو غير عنيفة بالبيت، هي بيكون سببها عدم التواصل الصحيح من الآباء لإلهم. تمام؟ يعني لو كان اليوم الأهالي بتتواصل بطريقة صحيحة وفعالة مع أطفالهم، فكان كتير مشاكل عم تصير مع أطفال كانت ممكن تنحل. الحوار اليوم مع الأطفال هو أهم عنصر من عناصر تربية الطفل وتنمية قدراته وتطوره. تمام؟ فمعظم الأهالي اليوم نحن بنعاني من هي المشكلة، إنه خلينا نقول الظروف اللي عم يمرقوا فيها، الأم عم تشتغل والأب عم يشتغل، فما عم بيلاقوا الوقت الكافي ليتواصلوا فيه مع أطفالهم. هذا الشيء اللي عم بيخلي الطفل دائما بحالة من الشك، بحالة من الريبة، بحالة من عدم الثقة بالنفس، إنه هو بده يعمل شيء بس مو قدران يعمله، أو ممكن يعمله بس هو خايف يعمله لأنه أهله ممكن يعصبوا عليه، أو ممكن يطنشوا هذا الموضوع. فدائما نحن عم بيكون في حاله من 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 عدم التواصل او الحوار بين الاطفال واهاليهم بالعائله. فخلينا نحكي لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، ويمكن حكينا ببدايه المقدمه وحديثك انه في ظروف اقتصاديه صعبه، ضغوطات حياتيه كلياتنا عم نمر فيها، فلازم نبعد هيدا الشيء عن الطفل وما نخلي يمكن الطفل مفششه الاهل مثل ما بيقولوا. بس خلينا نحكي اهميه الحوار اليوم. لما احكي انا مع طفلي واتقبل اي شيء، يعني في نقطه كثير مهمه خلال الحوار، شو ما عملت انا متقبلتك، انا كاهلك انا بحبك، بدك تقول لي الشيء السيء اللي عملته، بدنا نتناقش نتحاور. هي نقطه كثير اساسيه، لانه الطفل بخاف يقول الشيء السيء اللي عمله. لا، الحوار ممكن بخلي هي النقطه لا تلتغى، فيني انا اتحاور معه اتعلم، ويمكن نص ساعه يوميا فقط للطفل هي كافيه لاني ابني هيدا الجسر من الحوار. تماما. هلا نحن هي الفقره بس انت حكيتي شغله كثير مهمه. نحن دائما عم نفرض انه لازم يكون الحوار بيننا وبين الطفل اذا عمل شيء سيء، ولكن هذا الكلام ما بيكفي، لانه الطفل إنه لازم يكون الحوار مع الطفل بكل وقت وبكل الجوانب. اليوم مثل ما الاهالي الاب والام هي عم تمرق بظروف صعبه وظروف معيشيه، فكمان الطفل هو يمكن بمدرسته ولا بحضانته ولا وين ما كان، كمان هو عم يمرق بظروف، صارت معه مشكله مع الانسه، مع رفقاته، عنده مشكله بالحفظ، عنده مشكله باي شيء. كل يعني الطفل مثل ما عنده مشاكل هو حابب يحكيها. تمام. فانت اليوم الاهالي اول خطوه لازم يعطوها هي المساحه، هي الوقت الكافي ليحكي. يعني اليوم لو انه الاهالي بترجع الاب او الام، ويفضل الاثنين طبعا، انه بابا مثلا احكي لي اليوم، هات اشوف كيف كان وضع مدرستك. اليوم الطفل رح يجي يقول له والله نزلنا ولعبنا، حضرنا حصه الرياضيات، والانسه هيك عملت، والاستاذ هيك عمل. للاسف معظم الاوقات الاهالي تقول له خلص يعني انه شو ممكن يصير، فانا سخفت له حديثه. هذا الشيء ممكن يعمل له، يعني هو هذا الشيء ممكن يعمل له حاله من الاحباط عن جد. صحيح. هو قلت سخف صحيح، هو بالنسبه للاب هو حديث ما له مهم وعم يضيع له وقته، بس لا، هو طفل حابب يحكي، حابب يشاركك اليوم شو صار، واليوم نزلنا على حصه الرياضه ولعبنا هيك، وصار مع رفيقي والله وقع وانكسرت رجله. هو صحيح، هو يمكن عمليا للاب هو حديث غير مهم،
لانه ما بيعني هذا الكلام، ولكن هو طفل حابب يعبر عن اللي صار معه اليوم. نحن لازم نعطيه الوقت الكافي ليعبر عن الشيء اللي صار معه اليوم. ممكن اليوم يكون هو زعل عن رفيقه اللي وقع واللي انكسرت رجله، ولا كان وهو عم بيعبر لك عن هذا الشيء. فانت اليوم لازم تهتم بهذا 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 التعبير، لانه هذا الشيء هو عم يعطيه، عم يمنحه هاي الثقه اللي هو قادر يعبر عن الشيء اللي بده اياه. نحن اليوم لو بنفكر كيف الطفل، انت لما تعطيه هاي المساحه ليعبر كيف عم تقوى شخصيته. بس انت لما هو عم يجي خلاص خلاص شو بدي همي هذا الكلام، خلاص سكوت يلا روح. تمام، هذا اللي انا بدي اسالك عنه استاذ محمود. نحن دائما بنسمع عن انه انا بحكي مع ابنائي بالعموم، بس ما بنسمع عن جوده الحوار، يعني دائما بينقصنا بكل شيء بنطبقه هو مقاييس جوده هذا الشيء اللي نحن عم نساويه، كان جوده الحوار، جوده التعامل، جوده الاستماع. لانه انا ممكن اسمع بس كون عم بشتغل، يعني ما اعطيه رده فعل سلبيه ينفر، بس انا كون عم بشتغل بشيء ثاني فهو باللا شعور حس انه حديثي غير مهم. 100%. فخلينا نحكي عن جوده الحوار اللي لازم تكون موجودة عند الأطفال والأهل بكل الأعمار وبكل الأوقات، مثل ما حكيت، يعني مو بس بوقت معين اللي هو وقت المشاكل. خلينا نسميها تماما اللي هي التواصل البصري. ما بيقولوا نحن دائما في عندنا اسمها العين مغرفة الكلام. صحيح، التواصل البصري. يعني اليوم لما بيجي أنا ابني على سبيل المثال بده يحكي لأمه، كويس، وأمه هي قاعدة عم تطبخ، هو عم يحكي لها بس هي أصلا مخه مو معه، فهو غالبا أو مثلا ممكن يكون خلص حكيه وهي قاعدة إنه خلص ماشي برافو. هلا هو مو ناطر هذا الشيء ابدا. يعني اليوم انه انا فعلا مثل ما اي واحد منا لما بيتواصل مع اي شخص بيتضايق منه لما يكون ماسك الموبايل او صحيح. لما يكون ملتهي عنه، هو الطفل كذلك الامر نفس الشيء، والطفل لسه اكثر لانه انت ما انك محسسه بالاهتمام. اليوم انك تتواصل معه بصريا وانك تتجاوب معه وتستخرج منه الحل. يعني اليوم لما يحكي لك هو مشكله او لما يحكي لك اي قصه، فانت بدورك لازم تساله اللي هو انت شو رايك، اعطيه هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذا الحيز من الاهتمام، واعطيه مجال ليفكر ليستخرج هذا الحل. انت اليوم هون عم اول شيء يعني عم تحسسه بشخصيته بثقه بنفسه، ثانيا يعني بنفس الوقت انت عم تعلمه كيف يبتكر الحلول. تمام، اليوم التواصل بصوت هادئ، بصوت منخفض، تمام، كذلك الامر هذا الشيء بيعطي طمانينه للطفل لانه يحسسه بالامان ليحكي لك كل شيء. اليوم لما يجي لي ايه احكي لي شو في عندك، ما عاد احكي لك، تعبت، انا ما عاد احكي لك، يعني انه خلص شوفي خير، شو في بدك تقول لي، انه مثلا بابا بدي عايزك موضوع خير، شو في، ابصر شو عامل، ايه ابصر شو تماما. فتلقائيا اذا كنت بدك تحكي بطلت تحكي، تمام، بدك تالف اي قصه تطلع المهم من الموضوع هذا. تماما، اليوم انك تشعر الطفل بالامان انه انا شو ما صار معك، شو ما حكيت لي، انا رح اسمعك واستوعبك. تمام، هذا الشيء رح يخليه انه انا دائما وابدا شو ما صار انا يعني اهلي رح يستوعبوا الموقف ورح يلاقوا لي ورح نتعاون رح نلاقي الحل. اما انا بمجرد ما اني حسسته بالخوف اذا اخطا خطا كثير كبير هو بالضروره ما رح يجي يحكي لك اياه، لانه بيعرف رح يكون النتيجه هي ما انا منيحه. اذا اني انا حسسه بالثقه وحسسه بالامان للطفل ليقدر يحكي لي. اليوم شغله ثالثه هي كثير مهمه اللي هي اصلا لما بيسمع الحوار بين الاب والام، لما تكون لغة الحوار بين الأب والأم هي لغة حوار حضارية ولطيفة، تمام، فهو بالضرورة هو عم يسمع، الطفل اللي بيسمع بيتعلم بالضرورة. لما صحيح. بيسمع الأب والأم هن عم يتخانقوا ويتعايطوا دائما وما بيرد عليها وهي ما بترد عليه وهو بعد ما بيبيض ظهره بتحكي عليه وهو بعد هي بعد ما بيبيض ظهره بيحكي عليها، بالنهاية هو عم يسمع الطفل اللي بيسمع، كويس، هو سفنجة بيخزن كل شيء. تماما، فهو بالنهاية اليوم أنا يعني أحد أهم التفاصيل إنه لما بيكون في مشاكل لازم الطفل يشوف الآباء هن أصلا عم يتحاوروا بينهم وبين بعضهم بطريقة لطيفة وبطريقة محترمة فيها يعني فيها أسس. اليوم أنت كيف تعلم ابنك لما تقول مثلا لو سمحت أعطيني كاسة المي، أو لو سمحت جيب لي هاي القصة، أو لو سمحت أعمل هاي القصة. تمام، هو بالنهايه لما يشوف طريقه هاي الحوار كيف انا بدي اجي اقول له انه انت لازم تكون لما تحكي تقول لو سمحت، هو شايف العياط والصياح بين ابوه وامه قدامه. بالنهايه فاقد الشيء لا يعطيه، انت ما فيك تعلمه اياه وانت ما عندك اياه. فاليوم هي احد اهم الاسس لانك انت تعلم طفلك كيف الحوار لهذا الحوار الفعال انك انت تناقشه. ويفضل كمان حتى اذا انت بدك تعلمه الحوار انك انت تعطيه مساحه تحكي له عن مشكله اليوم صارت معك، ومو غلط ابدا هو الحوار متبادل، هي اهم نقطه، ومو غلط ابدا انك انت تشاركه. اليوم نحن كنا عم نقول انه اليوم في مشاكل، في ازمه بالبلد، عن جد مو غلط ابدا انك انت تشاركه هي الازمه،
انه نحن اليوم فعلا بازمه حقيقيه بالبلد، نحن اليوم في مشاكل لازم نعرفها، لازم نعرف جزء انه في جزء مهم من هذا الموضوع، لا يعرف انه خلينا نعلم الطفل شوي يتحمل المسؤوليه. يعني اليوم انا لما اقول له انه اليوم فعلا البلد بازمه وهذا القلم الرصاصي اللي انت عم تكتب فيه اليوم مثلا هو موجود بكره ما لازم يكون موجود، مو لانه غالي، لانه احتمال ينفقد، تمام؟ فهذا الطفل تلقائيا رح يصير حريص على قلم الرصاص ولما وما يبري كل شوي، تمام؟ رح يصير يدير باله عليه. انت هون عم تشارك هذا الطفل شويه مشاكل من العائله، شويه مشاكل محيطه الخارجيه، وانت عم تساعده كيف يتحمل المسؤوليه. طيب خلينا نحكي استاذ محمود عن الاثار الايجابيه للحوار، لما انا فعليا يكون في مساحه حوار يوميه مع طفلي اليوم نقدر نحكي يمكن على تفاصيلنا اليوميه، هي الى اثار ايجابيه جدا بالضرورة. صحيا نفسيا جسديا على تكوين شخصيته على ذاته الثقه بالنفس، وقلت جمله كثير مهمة، قديش بشعر يمكن الطفل بالأمان، يعني الملجأ الأول والأخير هو الأهل العائلة. صدقا مثل ما بقول لك شو بتزرع بتحصد. إذا يعني أنت لما تشتغل على الطفل من هو صغير لتعلمه كيف يتحاور، لتعلمه كيف يناقش، لتعلمه كيف يدافع عن فكرته، تمام؟ هذا الشيء رح يفرق معه عمليا بس يكبر بالنهاية بالضرورة. ثقته بنفسه رح تقوى، رح يصير قادر تماما انه هو يناقش ويحاور ويطرح افكار ويدافع عنها، رح يصير يشعر بالامان لانه دائما مثل ما بسموها الطفل بيستند على اهله وبيتحامى فيهم، ليش؟ لانه لما بيكونوا هن عاطينه الامان فهو اي شيء رح يصير معه رح يرجع لوين؟ رح يرجع لاهله. ثقه بالنفس، امان، تواصل جيد، رح يكون في عندك، رح تنمي مهاراته. يعني اليوم انت لما يكون هو فعلا مرتاح منسجم بعائله، هي العائله عم تدعمه وعم تقوي، فهو بالضروره عم بينمي عم تتطور مهاراته وعم بينميها، ليش؟ لانه هو اصلا البيئه الامنه والحاضنه لهي التنميه هي موجوده، الاهل داعمين، اليوم الاهل عم بيساعدوك انك تتطور نفسك على صعيد الدراسه، على صعيد المهارات، اليوم انا فيني شارك الطفل باي شيء، انت فيك تشاركه وانت فيك تحيده على صح. على اي شيء حقيقه صح. يعني أكيد، ولهيك نحن دائما بنحاول بهي الفقرة مع حضرتك ومع الاختصاصيين دائما نضيء عن الأساليب البسيطة اللي ممكن يكون بين إيدينا ونحن أحيانا بنجهلها للتعامل مع بعض لحماية الوحدة الأساسية بالمجتمع وهي الأسرة. بالنهاية شكرا لك أستاذ محمود. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، ويعني إن شاء الله يا رب نكون هيك عم نقدر نقدم شيء ان شاء الله. ان شاء الله بدنا نشكرك الاستاذ محمود الخالد مدرب في الصحه النفسيه للطفل، شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك.